عايزين نتكلم شوية بقى عن جراحات تحويل المسار. وأول حاجة عايزين نعرف فعلا هي ليه بيقولوا عليها الأول التحويل المصغر، يعني الاسم شوية ليه؟ هو الحقيقة تحويل المسار عملية قديمة من سنة 67 تم تعديلها في سنة 97 وتسمت بعد التعديلات اللي اتعملت عليها التحويل المصغر للمعدة. تحويل المسار القديم كان عملية عنيفة شوية وقوية جدا، وكان الهدف منها الناس اللي عندهم سمنة مفرطة جدا وكان لها بعض المضاعفات والنزول الزايد في الوزن وفيتامينز طول العمر مع شوية ضعف، فكان على قد ما هي قوية لكن الناس كانت بتخاف منها. أيوه. تم تعديلها عشان تأدي الغرض في النزول في الوزن سنة 97 بدون المضاعفات السابقة. المفاجأة كانت لما لقينا ان المرضى اللي عندهم سكر وعملوا عملية تحويل المسار عشان تحويل المصغر للمعدة للتخلص من السمنة، السكر بتاعهم بيروح مباشرة بعد العملية فعلا. وكان الموضوع ده محير شوية، قالوا في الأول ممكن عشان الشخص ده أكله في الأول قليل عشان بينزل في الوزن، المعدة صغرت فالأكل قل بالظبط وبيبتدي ينزل في الوزن بقوة، فلقوا ان لا، طب ما تكميم المعدة بالمنظار بيقلل الأكل والمريض بيخس في الوزن بس ما بيقدرش يحقق النتيجة دي في كل الحالات. فبدأت مراكز الأبحاث تدور هو ليه التحويل المصغر قدر يقضي على السكر في الناس دي. اكتشفوا ان التغيير اللي اتعمل في العملية طلع هرمونات محفزة للبنكرياس وقلل حاجة اسمها الانسولين ريزيستنس او مقاومة الجسم للانسولين الداخلي، وبالتالي اصبح في نشاط اضافي جدا للبنكرياس ومنعنا عنه المقاومة اللي كانت موجودة. ودي كانت طفرة في عالم جراحات السمنة اللي على أساسها الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة غيرت اسمها باتفاق عالمي وأصبحت الأوبيزيتي أند ميتابوليك سيرجري، السمنة والأمراض الأيضية اللي هي على رأسها السكر والضغط والكوليسترول والنقرس كمان. طب يا دكتور أنا عايزة أعرف هل فعلا العملية دي ممكن تشفي المريض، يعني مريض السكر بشكل تام، ولا تقلل شوية من المعاناة اللي بيعاني منها؟ السكر أنواع ودرجات. بيتم اختيار المرضى اللي حالتهم تنطبق عليها الشروط اللي العملية تضيع فيهم السكر. دي مهمة بقى طبعا. ايه هي الشروط؟ هي لها علاقة بكفاءة البنكرياس. يعني المرضى اللي بقالهم سنة 2-3-10 من النوع الثاني من السكر، عادة لما بنقيس كفاءة البنكرياس بنلاقيها كويسة، فبنقول له إن شاء الله السكر يختفي تماما بعد العملية. معلش بعد إذن حضرتك، يعني إيه النوع الثاني من السكر؟ عايزين نوضح لك. ما هو إحنا لازم نفصل بين نوعين من السكر، سكر وراثي. النوع الأول اللي هو ممكن يبقى وراثي وممكن ما يبقاش وراثي، والنوع الثاني، بس النوع الأول ده اللي هو بيجي في الأطفال بنسميه سكر الأطفال. اللي هو ممكن يجي لغاية سن 20 سنة وأحيانا يجي 25، أو سكر الكبار اللي بيجي عادة بعد 25 مع فارق إن ممكن سكر الكبار يجي في سن مبكر شوية. الفيصل اللي بقدر أفصل بيه هو كفاءة البنكرياس. سكر الأطفال بعد سنة بتلاقي كفاءة البنكرياس تقرب من الزيرو وبيبقى وزنهم قليل، والعملية للأسف حتى الآن لا تصلح ليهم. وأكيد إحنا كلنا نهتم بإن إن شاء الله في المستقبل يبقى في حل للموضوع ده، لكن حتى الآن هو علاجهم هو الإنسولين فقط، ودول 5% بس من السكر. النوع الثاني من السكر ده هو اللي إحنا بنتكلم عليه. اللي هو في حاجة اسمها إنسولين ريزيستنس، مقاومة الجسم للإنسولين. بمعنى إن البنكرياس المصنع اللي بينتج الانسولين فيه كفاءة بس مش قادر يشتغل، او بيشتغل بس الجسم مش حاسس بالانتاج بتاعه لان فيه مقاومة موجودة على المستقبلات اللي المفروض الانسولين بيشتغل عليها. العملية غيرت الوضع ده، خلت المستقبلات اللي مش شايفة الانسولين تشوفه وتحس بيه ويبقى تأثيره قوي عليها. مش بس كده، طلعت هرمونز محفزة للبنكرياس عشان خاطر يزيد في كفاءته
ويزيد السنسيتيفيتي بتاعته او الحساسيه بتاعته زي الترموستات. أيوه. اول ما السكر يبتدي يعلى سنه أيوه. البنكرياس يشتغل بكفاءه كامله. وبالتالي طب يعني معنى اتفضل سوري. وبالتالي اصبحت عمليه التحويل المصغر للمعده عمليه للعلاج من السكر بصرف النظر هل هو يعاني من سمنه مفرطه او سمنه بسيطه. لكن خلينا برضو نقول ان هي لا تصلح للمرضى اللي وزنهم طبيعي لانها في نفس الوقت مع نتيجتها للسكر هتقلل على الاقل 15 كيلو من وزن المريض. وبالتالي لازم يبقى المريض وزنه زايد هذا الكم عشان لما يعمل العمليه السكر يروح باذن الله ويخس الوزن الزائد اللي هو على الاقل 15 كيلو.